بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بتصحيح هذا التمرين، تصحيح تمرين الموافقات للشعب الأدبية بكالوريا 2014، الموضوع الثاني لدولة الجزائر. إذا ننطلق على بركة الله. قال: عين الاقتراح الصحيح من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات الخمسة مع التبرير. نتابع جيدا. قال: الاقتراح الصحيح، لم يقول الاقتراحات الصحيحة، يعني علينا أن نختار واحد فقط. نتابع جيدا أبنائي مع الأول. قال: عدد قواسم العدد 1435 هو يا إما العدد 8 أو العدد 5 أو العدد 2. هنا للتكلم عن هذا الموضوع اللي هو عدد قواسم، نلاحظ جيدا لدينا خطة كيف يتم معرفة قواسم عدد طبيعي. لاحظوا جيدا، تعيين قواسم أو مجموعة قواسم عدد طبيعي كالتالي. لاحظوا، لتعيين مجموعة قواسم عدد طبيعي غير معدوم أكيد، نتبع الخطوات التالية. لاحظوا أبنائي، ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى: نحلل العدد إلى جداء عوامل أولية. يعني هذا هو الأمر الأول. يعني كيف؟ لاحظوا جيدا أبنائي كيف تتم العدد. ها هو العدد، العدد هو 1435. أول شيء يعني الأعداد التي يقسم عليها للتحليل هي الاثنان وماذا؟ والثلاثة والخمسة والسبعة والإحدى عشر والثلاثة عشر إلى آخره، يعني بصفة عامة الأعداد الأولية. هنا كما يمكن كذلك أن نضيف العدد 17، العدد 19، العدد 23، العدد 29، عفوا، العدد مثلا 41. هذه هي أعداد أولية. كيف تتم العملية؟ نبدأ فيها. الأول نقوم بقسمة 1435 تقسيم 2. إذا وجدنا الفاصلة أبنائي لا نتحدث عليها، يعني 1435 تقسيم 2، عفوا، إذا قلنا 1435 تقسيم 2 تعطي لنا 717، إذا 717.2، يعني هذا فاصل 5، هذا يلغى لأن يوجد فاصلة، عليها أن تكون القسمة ثابتة أو تامة. نقسم كذلك لو نعيد القسمة أبنائي هنا على العدد 3. 3 كذلك لو نقسم سيعطينا بالفاصلة اللي هي 1435 تقسيم 3 سوف تعطينا 478.333. إذا هذه قسمة غير تامة فهي مرفوضة. نأتي الآن ونقوم بالقسمة على ماذا؟ على العدد 5. لما نقسم على العدد 5 لاحظوا ماذا نجد؟ نجد 287. يعني هنا نجد 287 بدون فاصلة، يعني هنا هذا الخمسة إذا قاسم للعدد 1435. ثم نكرر مع الخمسة، يعني نقول 287 هكذا، و 87 تقسيم 5، يعني وجدنا 57.4، يعني وجدنا الفاصلة، إذا نتخلى مباشرة على العدد ماذا؟ 5. إن وجد أن العدد تام، مثلا وجدنا 57 فاصل لا يوجد وراء الفاصلة عدد، نكمل، يعني نضع الخمسة مرة أخرى، لكن بما أن وجدنا الفاصلة نتخلى عن العدد 5 مباشرة ونأتي مباشرة إلى العدد ماذا؟ العدد أبنائي، العدد 7. لا يمكن الرجوع إلى الوراء، لا ترجعوا إلى الأعداد 2 و3 مهما كان، حتى ولو كان يقبل القسمة. نقسم كذلك على 7. لما قسمنا 287 على 7 لاحظوا ماذا وجدنا؟ وجدنا 41. 41 لو نقسمه على 11 نجد الفاصلة، على 13 فاصلة، على 17 فاصلة، على 19 الفاصلة، على 23، على 29، على 41. لاحظوا لما قسمنا على 41 وجدنا العدد 1، يعني هنا وجدنا هكذا 41 تقسيم ماذا؟ تقسيم 41 نجد هنا 1، يعني لا يوجد وراء الفاصلة. إذا ماذا يمكن أبنائي أن نقول عن العدد 1435؟
إذا نقول هكذا 1435 يساوي ماذا أبنائي؟ يساوي 5 في ماذا؟ في 7 في، يعني هذه في فقط، يعني تقرأ في، في ماذا؟ في 41. لاحظوا جيدا، إذا 1435 وجد أنها تساوي 5 في 7 في 4. حللنا، إذا جئنا إلى الخطوة هذه وقمنا بعملية التحليل. الآن بعد ما أكملنا عملية التحليل، ركزوا أبنائي، نتطرق إلى العنصر الآخر. ماذا يقول؟ يقول نعين عدد القواسم. كيف تعين عدد القواسم أبنائي؟ بهذه الطريقة، تابعوا. نحسب القواسم، ها هي القواسم نحسبها، اللي هي كم؟ 1 2 3. يوجد لنا 3 قواسم. تابعوا جيدا، هذه القواسم الظاهرة، لكن نحن نريد أن نعرف عددها كم. هنا تظهر أمامكم أنها 5 و7 و41، لكن هذا غير كافي. تابعوا كيف، وذلك بضرب كل عدد من عوامل الجداء في الأعداد الباقية. مثلا لاحظوا، مثلا قوى العدد، لاحظوا جيدا، 2 قوى 4. ما هي هذا العدد؟ القواه، قواه تبدأ من 2 قوى 0، 2 قوى 1، 2 قوى 2، و2 قوى 3، و2 قوى 4. ركزوا أرجوكم. لو نأتي الآن، حتى لا تذهب عليكم الفكرة جيدا، ها هو مثال أمامكم، ها هو المثال أبنائي، أريدكم أن تتعلموا كل شيء. لاحظوا إلى المثال، عين عدد وقواسم العدد 252. أولا قمنا بالتحليل، ها هو أمامكم التحليل. لاحظوا، قمنا بالأول بالقسمة على 2، وجدنا 126، أعدنا القسمة قبلت، وجدنا 63، 63 لا تقبل القسمة على 2، فجئنا إلى العدد 3، وجدنا أنها تساوي 21، بعد 21 قمنا بالقسمة مرة أخرى على 3، وجدنا 7، 7 لا تقبل القسمة على 3، فقسمنا على 7 فوجدنا. لاحظوا ماذا وجدنا؟ وجدنا هذا الشيء الذي يظهر أمامكم، يعني 252 هي 2 مربع. لاحظوا لماذا 2 مربع؟ لأنها هي 2 في 2، و2 في 2 هي 2 مربع. في ماذا؟ في 3 مربع. في ماذا؟ في 7. إذا لاحظوا جيدا عدد القواسم الآن كيف نجدها؟ عدد القواسم بأبسط طريقة. ما هو أس العدد الأول هذا؟ ما هو أسه؟ أسه هو ماذا؟ هو العدد 2. دائما أبنائي، لا يعني لا تنتبهوا إلى 2 و3 و7، انتبهوا إلى القوى فقط، إلى الأس، وركزوا. قلت انتبهوا إلى الأس. هنا كم يوجد لنا الأس في الاثنان؟ يوجد لنا 2، تكتبون هكذا، لا تنتبهوا إلى الاثنان، انتبهوا إلى الأس. أسه 2، يعني 2 وأضف له الواحد. لو كان هنا الأس مثلا 5، قولوا 5 زائد 1، في زائد ماذا؟ في العدد الثاني. ما هو أسه أبنائي؟ هو الاثنان، اكتبوا 2 وعليكم بإضافة الواحد مهما كان. في ماذا؟ الآن نأتي إلى 7، ما هو أسه؟ هو الواحد، وأضيف دائما العدد 1. هذه الواحد الذي نضيفه عليكم أن تضيفوه مهما كان إلى أس العدد الذي تجدونه، وهكذا أضيف الواحد. كم تساوي؟ تساوي 3 في ماذا؟ في 3 في 2، اللي هي 9 في 2 تساوي 18. إذا عدد قواسم 252 كم هو؟ هو 18، هكذا، من بينهم الواحد والعدد نفسه، هذا لا يهم، المهم الأعداد، وجدنا كم عدد القواسم. الآن نأتي الآن إلى مثالنا، كيف نجد القواسم أبنائي؟ لاحظوا بأبسط طريقة. قلنا ماذا؟ ما هو أس العدد الأول؟ ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا. لاحظوا جيدا، أس العدد الأول هو الواحد، والثاني الواحد، والثالث الواحد. قلنا ماذا نفعل علينا؟ نفعل هكذا، الواحد، لاحظوا في، لاحظوا واحد هكذا في الواحد. قلنا نضيف ماذا؟ نضيف لأس كل عدد القيمة 1 هكذا، ونضيف كذلك هنا هكذا، تساوي، ركزوا، 2 هنا تعطيكم من؟ 2 في ماذا؟ وهنا 2، وهنا كم؟ 2. كم تعطينا أبنائي؟ 8. إذن عدد قواسم 1435 هو 8.
بأبسط طريقة ممكنة أبنائي. يعني أولا قوموا بالقسمة كما قمنا هنا بعملية التحليل، ها هو التحليل، ثم خذوا الأسس أس كل عدد وأضيفوا له الواحد وقوموا بعملية الجداء فقط، فتحصلنا على العدد 8. إذن هنا أبنائي ما هو الجواب؟ الجواب هو الجواب الأول، ها هو أمامكم. نقول الاقتراح ماذا أبنائي؟ الاقتراح ألف. بعد ماذا؟ بعد كتابة هذه الإجابة، يعني الإجابة عليكم أن تكتبوا هذا الشيء الذي تلاحظونه هنا في الإطار، أما البقية فكان عبارة عن شرح. الآن بعد ما استخرجنا عدد، لم يقل ما أعطي القواسم ما هي، قال إنما العدد فقط، العدد استعملوا هذه الخطة. نتطرق الآن إلى العنصر الثاني. قال إذا كان A يوافق ناقص واحد بترديد 8، فإن باقي قسمته على 8 هو إما الناقص واحد وإما 7 وإما 6. ركزوا معي، قال كلمة، لاحظوا باقي، لما يقول كلمة باقي أول شيء هذا علي بحذفه. لماذا؟ لأن الباقي عدد موجب وهذا الناقص واحد هو عدد سالب، إذن هذا يخرج مباشرة من الاقتراحات لأنه عدد سالب. الأمر الثاني، علي الباقي عليه أن يكون أصغر من الترديد. لو مثلا جاء اقتراح آخر وقال هنا 9، 9 مباشرة أقوم بحذفها لأنها أكبر من الترديد 8. هذا الأمر الثاني. الآن بقي اقتراحان اللي هو 6 و7. ركزوا أرجوكم أبنائي حتى تتعلموا. لدينا A كم يساوي؟ A قلنا يوافق كما أعطي ناقص واحد بترديد 8. ركزوا أرجوكم، ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة يمكن لك هنا في هذه الجهة إضافة الترديد أو مضاعفة الترديد. يعني كيف؟ تضيف العدد 8، كما يمكنك أن تضيف 16، كما يمكن لك أن تضيف 32، كما يمكن لك هكذا 24، يعني مضاعفة العدد 8 يجوز لك وضعها هنا. يعني تصبح ماذا؟ تصبح هكذا، ركزوا، A يوافق ناقص واحد، لاحظوا جيدا حتى تعلموا، هكذا، ونضيف ماذا؟ نضيف الترديد بأمر عادي، هذه من خواص الموافقات، هكذا أبنائي. كما بما أن يمكن لكم إضافة الترديد، كذلك يمكن لكم طرح الترديد، يعني تضع ناقص 8 عادي أو مضاعفات ناقص 8. كم تعطي لكم أبنائي؟ تصبح A، ركزوا، A يوافق بالآلة الحاسبة ناقص 1 زائد 8، أكيد كلكم تجدونها، إن لم تعرفوا الحساب قوموا بالآلة الحاسبة لا عليكم، تجدون 7 بترديد 8. ما هو الجواب؟ هو أمامكم كلكم تنظرون إليها، هو 7. نقول ومنه الاقتراح الصحيح، ما هو أبنائي؟ أكيد كلكم تقولون الاقتراح ب، بأبسط طريقة أبنائي ممكنة فقط. نتطرق الآن إلى الجواب، إلى العنصر الثالث. قال العددان 1435 والعدد 2014 متوافقان بترديد، يا إما الاثنان إما الأربعة وإما الثلاثة. أولا ما كلمة عددان متوافقان؟ العددان، لاحظوا، العددان المتوافقان، لاحظوا أبنائي، المتوافقان هما العددان، العددان عفوا، العددان اللذان لهما نفس ماذا؟ نفس الباقي، هكذا، نفس الباقي بالنسبة إلى نفس، لاحظوا، الترديد. يعني لما نقسم هذا
على اثنان مثلا وهذا على اثنان نجد نفس الباقي. لا يعني أن نقسم هذا على اثنان ونقسم هذا على أربعة ونجد مثلا الباقي للأول واحد والثاني لما هذا الواحد ونقول أنه متوفق، لا، نفس الترديد. الترديد يجب أن يكون لهما نفس الترديد، يعني لما نقسم على نفس العدد فنجد نفس الباقي. هكذا أبنائي. تعالوا الآن نأتي إلى 1435 ونقوم بقسمتها في الأول على العدد اثنان ونلاحظ، ثم نأتي إلى العدد الآخر. ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا. الآن بعد ما نقوم بقسمة 2014 تقسيم 2، لاحظوا النتيجة كم؟ هي 1007. أصلا لا يوجد رقم وراء الفصيلة. إذا ما هو الباقي؟ الباقي هو نأخذ، بما أن لا يوجد الفصيلة، نأخذ 0 في 2. كم الباقي؟ 0. لاحظوا إلى الأولى 0. نأتي الآن إلى الثانية. لاحظوا، لما قسمنا 1435 على 2، لاحظوا النتيجة هي 717.5. كيف نجد الباقي؟ نأخذ عدد وراء الفاصلة 0.5 في ماذا؟ في 2. لاحظوا الباقي، لاحظوا باقي الأول ولاحظوا باقي الثاني، هل لهما نفس الباقي بنفس الترديد اللي هو العدد 2؟ لا. إذن هذا الاقتراح مباشرة نقول أنه خاطئ، يعني غير ممكن. نأتي الآن إلى الاقتراح الثاني. نجرب الآن ب 1435 و 2014 بالقسمة على العدد 4 في هذه النوبة الثانية. لاحظ، لما قسمنا 2014 تقسيم 4 بالآلة الحاسبة وجدنا 503.5. كي نجد الباقي قلنا نأخذ 0 فاصل هذا العدد اللي هو 5 وأعدنا ضربه في 4، وجدنا كم؟ 2. نأتي الآن إلى الثاني، 1435 تقسيم 4 وجدنا 358.75. خذنا عددين وراء الفاصلة، لأن لما نجد أعداد كثيرة نأخذ عددين على الأقل، على الأقل نكتب 0.75 في 3 في 4. لاحظوا كم وجدنا، هل هذا الباقي وهذا الباقي متساويان؟ لا. إذن الاقتراح الثاني خاطئ. نأتي الآن إلى الاقتراح الثالث، ولكن هنا فيكم من يقول يا أستاذ بما أن الأول والثاني أخطأ هو فالثالث صحيح. نعم صحيح، لكن أين هو التبرير؟ عليك أن تقوم بعملية التبرير لأنه أقل مع التبرير. لاحظ، لو نأتي الآن إلى 2014 تقسيم 3، لاحظوا كم وجدنا، وجدنا 478.3333. ماذا قلنا؟ نأخذ عددين وراء الفاصلة اللي هو الصفر، تكفيني 0.33، لا تخص 0.3 فلا توصلك إلى نتيجة، على الأقل عددين في القاسم اللي هو 3. عفوا، كم تعطيكم أبنائي؟ تعطينا بالتقريب ماذا؟ 0.99. هذه بالآلة الحاسبة، أنتم قربوها إلى العدد واحد. نأتي الآن إلى 1435، لاحظوا، وجدنا 671.333. بنفس الطريقة نأخذ رقمين 0.3 تعطينا كذلك الواحد. لاحظوا جيدا أبنائي، ركزوا، ها هي النتيجة أمامكم. الأول والثاني لهما نفس الباقي. الباقي الأول لاحظوا، إذا كان هنا الواحد فهنا كذلك وجدنا الواحد. كيف نقول؟ نقول لدينا 1435 توافق 1 بترديد ماذا أبنائي؟ بترديد 3، و 2014 عفوا 2014 2014 أبنائي توافق 1 بترديد 3. لاحظوا الآن نأتي إلى التعريف، هل هو موجود حقا أم لا؟
العددان المتوافقان هما العددان الذين لهما نفس الباقي. لاحظوا، ها هو الباقي الأول ولا الباقي الثاني بالنسبة إلى نفس الترديد. ها هو نفس الترديد. ما هو الاقتراح أبنائي؟ الاقتراح هو الاقتراح الثالث. الجواب هو الاقتراح. ما هو الاقتراح؟ رقم جيم. بهذه البساطة أبنائي قد توصلنا إلى هذا الحل فقط. نأتي الآن إلى الحالة الرابعة. قال إذا كان، لاحظوا جيدا، إذا كان الإكس يوافق، لاحظوا ها هو الإكس، ها هو الإكس، وإذا كان يوافق الإيجريك، ها هو الإيجريك، هنا رمز الموافقة، يعني ليس رمز المساواة حتى تعلموا، لأن المساواة ليس هي الموافقة، احذروا من ذلك. فإن ماذا؟ فإن يا إما الجواب هذا، وأما هذا، أما هذا. لاحظوا جيدا أبنائي، قال x قوة 9 زائد y قوة 9 توافق 3 بترديد 5، أو توافق 2 بترديد 5، أو توافق 4 بترديد 5. هنا في الأول أبنائي ما علينا إلا ماذا؟ إلا نقوم بنقول x قوة ماذا؟ تابعوا، هنا عندنا قوة توافق 2 بترديد 5. هو عنده قوة كم هنا؟ قوة 9، نكتب هنا قوة 9، وهنا كم نكتب؟ قوة 9. إذن الآن 2 قوة 9 كم؟ ركزوا أرجوكم، لاحظوا 2 قوة 9 لو نأتي لي، إذن هنا x قوة 9، 2 قوة 9 لو نحسبها ماذا نجد أبنائي؟ نجد، لاحظوا، نجد 512 هكذا. هذه قمت بالحساب بالآلة الحاسبة، يعني الآلة الحاسبة فيها هذا الشيء، كما يمكن لكم ضرب العدد 2 9 مرات في نفسه بالآلة الحاسبة ستعطيكم هذا الشيء، ركزوا أرجوكم. ثم ماذا؟ ثم نأتي إلى الإيجراج. إيجراج قوة ماذا؟ قوة 9، لاحظوا، توافق ماذا؟ توافق هنا كم؟ 2 قوة 9 بترديد ماذا؟ بترديد نفس الترديد اللي هو 5. لاحظوا أبنائي ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم Y قوة 9 توافق ماذا؟ 512 بترديد 5. لاحظوا، لا تقلقوا أبنائي الآن، لكن هنا عندنا بينهم كليا عندهم بينهم ماذا؟ العدد الإشارة زائد. سنقوم بجمع هذا مع هذا، ماذا سوف نتحصل؟ تابعوا أبنائي، تصبح x قوة 9 زائد y قوة 9 توافق 512 هكذا، زائد 512 بترديد 5. لا تخافوا أبنائي هكذا. لما نقوم بهنا ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا 1024 بترديد 5، ولكن هذا لا يمكن أن نقول أنه باقي لأنه كبير جدا على العدد 5. كيف نأتي أبنائي؟ بأبسط طريقة، لاحظوا أرجوكم حتى تعلموا. نأتي بالآلة الحاسبة ونقوم ب 1024 تقسيم 5 ونبحث كم تعطي لنا النتيجة. سوف تعطي لنا إذا 1024 تقسيم 5 أعطت لنا 200، لاحظوا 204.8. قلنا كيف نستنتج الباقي؟ نأخذ هذا العدد اللي هو 0.8، ليس الثمانية، في العدد الذي قسمنا عليه اللي هو 5، تعطي لكم كم أبنائي؟ سوف تجدونها العدد 4. إذا هذه 1424 ألف
ومئة ألف وربع أربعة وعشرون نعوض في مكانها الباقي الذي وجدناه فقط، لأنها ليست مساواة، قلنا عبارة عن موافقات. ماذا نجد أبنائي؟ نجد هكذا، ركزوا أرجوكم، نجد إكس قوة تسعة زائد إيجريك قوة تسعة توافق أربعة بترديد خمسة. الآن ما هو الجواب الصحيح؟ هذا لا، هذا اثنان لا، هذا هو الجواب الصحيح. نقول الجواب هو الاقتراح. ما هو الاقتراح أبنائي؟ جيم، بأبسط طريقة ممكنة أبنائي فقط. الآن بعد ما أكملنا مع الاقتراح هذا، نتطرق الآن إلى الحالة الأخيرة. قال لدينا ماذا؟ ركزوا أرجوكم، ماذا لدينا في هذا النص التمرين؟ ها هو الشيء الذي أعطي لنا، 27 توافق 21 بترديد 6. الآن قال الجواب الأول، الاقتراح الأول 9 توافق 7 بترديد 6، لاحظ الثاني هو ماذا؟ هو 9 يوافق 7 بترديد 2. الجواب الثالث 9 توافق 7 بترديد 3. ما هو الجواب الصحيح؟ هم كليا يقتربوا من بعضهم البعض. كي نعلم أن موافقة، لاحظوا جيدا، كي نعلم أن موافقة صحيحة، لو نأتي الآن إلى الحالة الأولى هذه ونعلم هل هي صحيحة أم لا، لاحظوا للتأكد من ذلك ماذا تقول القاعدة؟ إذا ماذا تقول؟ تقول القاعدة تكون موافقة صحيحة، لاحظوا بأبسط طريقة كي نبرهن فيها عدة خطط لكن أعطي لكم البسيطة فقط. نبدأ بالحالات، قلنا هذه رقم واحد، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ ماذا تقول القاعدة؟ تقول أنه إذا كان هذا العدد اللي هو 9 ناقص هذا العدد مع إشارته ناقص 7، إذا وجدناها العدد الذي نجده هنا يقبل القسم على 6، لاحظوا سنكمل، سوف نكمل، كم تعطي لكم؟ تعطي لكم 2، 2 لاحظوا مثلا بترديد 6، هل الاثنان، هل هذا العدد الذي وجدناه من مضاعفات العدد 6؟ لا، مضاعفات العدد 6 يا إما الصفر أو الستة أو الاثنى عشر أو الأربعة وعشرون أم كذا أم كذا أم كذا، هل هذا يقبل القسمة على 6؟ يعني لو نقسم 6 اثنان، ليس 6 على 2، لا احذروا، 2 على 6 تعطينا 0 فاصل، يعني لا يقبل، إذا تبقى لنا هذه أنها خاطئة، لا يمكن أن تكون هكذا، إذا هذه الحالة خاطئة. نأتي الآن إلى الحالة الثانية اللي هي هذه، لاحظوا نكتب 9 ناقص العدد الذي من هنا ناقص 7، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا 2 بترديد 2. الآن لو نأتي إلى الاثنان تقسيم 2، العدد الذي نجده هنا نقوم بقسمته على هنا، كم؟ 1، لاحظوا 1 ولا توجد فاصلة أصلا. إذا ماذا يمكن أن نقول؟ نقول بما أن 2 كم توافق؟ 0 بترديد 2، لأن هذا لما قمنا بقسمته على 2 وجدنا الباقي 0. إذا ما هو الجواب؟ إذا هذا الجواب هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نأتي الآن إلى الحالة الثالثة حتى تفهموا، يعني ربما فيكم من لم يفهم، أنا لم أفهم يا أستاذ، سوف نقوم بجعلك تفهم إن شاء الله. كذلك هنا قل 9 ناقص العدد الذي من هنا 7، كم توافق؟ توافق لنا 2 بترديد 3. تعالوا نقوم بقسمة هذا العدد الذي هو كم؟ 2 تقسيم 3 0 فاصل. هل أعطيت لك الباقي؟ 0.
لم يبقى بصفر لأن اثنان فاصل تعطيك 0.66 فاصل 66. إذا لاحظوا هنا يوجد باقي. إذا تبقى لنا هذه الموافقة كذلك موافقة خاطئة، لأن العددان المتوافقان القاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا جعلنا هذا 9 ناقص 7 علينا العدد الذي نجده لما نقوم بقسمته. لو تطرقنا حتى إلى هذا المثال، لاحظوا إلى هذا المثال الذي هنا، كان بإمكاننا أن نجد الفرق بأبسط طريقة. نأتي بإنقاص هذا من هذا اللي هو 2014 ناقص 1435، كم تساوي النتيجة؟ إذا لو نقوم بحسابتها 2014 ناقص 1400 وماذا؟ و35 أعطت لنا النتيجة كم؟ 579. نعم، كيف نجرب أبنائي؟ أولا نقوم، ركزوا أرجوكم حتى تعلموا إلى هذه الأشياء لأن أشياء مهمة جدا الموافقات، وهي لها وزن كبير في البكالوريا للشعب الأدبية والشعب التقني الرياضي والرياضي. كيف نقوم بقسمة هذا اللي هو 579 تقسيم 2؟ أكيد نجد بالفاصلة، قوموا بالحسبة ستجدون الفاصلة موجودة، إذا مرفوض. كذلك لو نأتي إلى الأربعة اللي هي هذه تقسيم 4، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا 144 فاصل ماذا؟ 75. إذا لاحظوا غير مقبول كذلك. نأتي الآن إلى الحالة الأخيرة اللي هي ماذا؟ 1000، قلنا كم نتيجة؟ 579 تقسيم كم؟ 3. لاحظوا أعطت لنا النتيجة مضبوطة، يعني أعطت لنا إذا 579 لما قمنا بقسمتها على 3 أعطت لنا قيمة مضبوطة التي هي 193 ولا يوجد وراء الفاصلة. إذا ها هو الجواب الصحيح مباشرة، يعني هذه طريقة ثانية بأبسط طريقة. كنا بمقدورنا أن نقوم بإنقاص الكبير من الصغير، الصغير من الكبير، ونقوم بقسمة مرة على الاثنان إذا وجدنا الفاصلة نقول لا، ونقسم على 4 إذا وجدنا الفاصلة نقول لا، يعني الباقي الذي نجده نتيجة، وإذا قسمنا على 3 وجدنا مباشرة القيمة مضبوطة، ولهذا ها هو الجواب الصحيح. هذه كذلك طريقة ثانية أبنائي في عملية الموافقات. هنا كذلك قمنا بهذه العملية. كما يمكن لنا طريقة ثانية كما هي موجودة هنا في قانون الموافقات، ها هو أمامكم. من أجل كل عدد كل عددان صحيحين X و Y، من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم، لاحظوا لندا، فإن إذا كان عندنا هذا الشيء فإن يمكن لنا هذا الشيء، يعني تضرب كل القيم في ماذا؟ في نفس العدد، كما يمكن بالقسمة على نفس العدد. يعني لو نأتي الآن إلى هذا الشكل الذي أمامنا، ها هو أمامكم، لو نقوم بقسمة هذا العدد هنا على 3 وهذا على 3 وهذا على 3، 27 تقسيم 3 اللي هو 9 توافق 21 تقسيم 3 الذي هو 7، 6 تقسيم 3 اللي هو 2، لاحظوا ها هو الجواب. كذلك هذه طريقة ثانية، كان بإمكاننا قسمة هذه الموافقة على نفس العدد فقط فنجد الجواب المختار هو الجواب الثاني. إذن الجواب هو الاقتراح. ما هو الاقتراح أبنائي؟ رقم كم؟ ها هو أمامكم الاقتراح باء بأبسط طريقة هكذا. وفي الأخير أتمنى أن قد استفدتم من هذا الشرح، كما لا تنسون بالدعاء جزاكم الله خير، وزوروا صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.